ولا ريب أن للعثمانيين دورا بارزا في العناية باللغة العربية، فقد كان من بين العثمانيين وفي مقدمتهم جميعا إمام العربية بأسرها، إمام اللغة وإمام النحو وإمام التصريف الخليل بن أحمد الفراهيدي، صاحب أول معجم من معاجم اللغة العربية وهو كتاب العين، وصاحب العروض، وإمام النحو. فإن هذا الإمام اعتنى بهذه العربية وبحثها وبيان أسرارها في كتبه التي ألفها ومن خلال ما قدمه إلى تلاميذه الذين تتلمذوا عليه، وتواصلت الحلقات فيما بعد. فكان من بين الذين عنوا باللغة العربية المبرد وابن دريد وغيرهم من أئمة العربية العثمانيين. وقد سمعت أحد شيوخ الأزهر وهو الشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر الأسبق بأن السيرافي شارح كتاب السيبوي هو أيضا من أصل عماني، وفي هذا ما يدل على أن العمانيين اعتنوا عناية كبيرة باللغة العربية، وتواصلت حلقات العناية منذ ذلك العهد القديم وإلى عهودنا المتأخرة. فقد كان كثير من أئمة عمان من أئمة العلم وأئمة الشريعة الذين عنوا بالشريعة الإسلامية معنيين أيضا باللغة العربية والتأليف فيها بجانب عنايتهم بالشريعة الإسلامية.